فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يدعو له، فهل هذا الفعل جائز؟ من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يقوموا بالدعاء له؟ ما يواجر الإنسان، ما يواجر على أنه يدعو، تبرع بالدعاء ولا ما هو بلازم. نعم، إذا دعا لأجل الأجرة ما يقبل دعاءه، لأن الدعاء عبادة ما يؤخذ عليه أجرة. نعم.